البرلمان بغرفتيه يختتم الدورة العادية الأولى من نوعها بالصيغة الجديدة والتي نص عليها دستور 2016، دورة برلمانية تميزت بالمناقشة والمصادقة على 19 مشروع قانون في شتى الميادين، حصيلة تباينت حولها آراء النواب. دورة كذلك برلمانية شهدت كثير من المواقف الديمقراطية سواء من المعارضة أو من الأغلبية، وكانت يعني النتيجة في الأخير احتكام المبادئ الديمقراطية لحكم الأغلبية، وهذا هو أصل العمل الديمقراطي. هذه الحصيلة مهما كانت من ناحية الكمية، لكن من ناحية النوعية بقيت كذلك نفس التقاليد اللي هي أنتم قولوا ما تشاءون في المناقشات العامة، ولكن نحن نفعل ما نشاء في التعديلات وفي التصويت. أولا غياب مبادرة من طرف النواب، كل مشاريع القوانين جاءت من الحكومة، وأيضا عدد الإجابات، احنا تكلمنا على عدد كبير جدا من الأسئلة الشفوية والكتابية، ولكن الردود اللي جاءت من طرف الحكومة يعني مختلف القطاعات تعتبر قليلة. الدورة البرلمانية وإن اختتمت دون مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن استكمال هذه المراجعة يبقى على رأس المهام المستقبلية لنواب المجلس. لحد الآن نظام الداخل لم يتم تكييفه مع الدستور بما فيه من الإصلاحات الجديدة، ومن بينها مثلا حقوق المعارضة، الجلسة الشهرية للمعارضة. لابد أن تؤخذ في اعتبارات كثيرة، وأنا أظن أنه في بداية الدورة القادمة إن شاء الله سوف يخضع هذا النظام الداخلي للنقاش والمصادقة. هذا وسيواصل البرلمان خلال الدورة القادمة مسار الإصلاح لتسريع وتيرة العمل التشريعي وتجويده.